خلينا ناخد منكم تقييمات الزمالك. هبتدي بمحمد صبحي يا ابو الدهب. صفر. واحد. طيب محمد طارق. اثنين. ده اثنين. طيب محمد عبد الغني. ثلاثة. ده مين ده يا جماعه؟ انتوا جبتوا محمد طارق محمد عبد الغني ده محمد طارق يا جماعه. ده هو انا محمد عبد الغني. كام يا كابتن؟ انا قلت ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة برضه يا مسلم. ثلاثة يا ابو غني. طيب مصطفى زناري. خمسة. واحد. حاتم سكر يا كابتن. ثلاثة. اثنين. عمر جابر. اثنين. واحد. نيمار. خمسة. ستة نمار. رؤى. أربعة. ثلاثة. زيزو. أربعة. زيزو ستة. طيب إبراهيم نضاي. اثنين. اثنين كابتن. زيرو. ها؟ زيرو. زيرو؟ أولا. عشان نضاي بيتكلم فرنساوي. لا نضاي ما جاب جول يا كابتن. ايوه ماشي بس ما انت هو فين طول الموسم؟ فين الماتش النهارده؟ انا شايفه على فترات على ما فيش خالص. طيب ضيف على كده ماتش الاهلي والزمالك كان طيب. فين ابراهيم؟ سيف الجزيري. ثلاثه. سيف الجزيري اربعه. سيف الجزيري اربعه ماشي. طيب ايشو لعيب كويس. لعيب كويس. لعيب كويس ايشو. ياخد خمسه. اربعه. طيب علي ياسر. اربعه. ثلاثة. محمد صلاح زكي. ثلاثة. ثلاثة. كل دول ناشئين خلي بالك. لعيبة كويسة. محمد حسام بيسو. أربعة. أربعة. أخيرا أسوري وقت تديله كام النهارده في إدارة اللقاء؟ صفر. صفر. وخلي بالك يا خلي بالك يا فاروق يعني لا خلي بالك هو كنت كسبان يا احمد والمفروض كان يتدخل يا كابتن. هي دي النقطه. هي دي المشكله بقى المدير الفني. انت تدخل لما فرقتك. بص يا فاروق في مديرين فنيين مميزين واسماء كل حاجه بس عندها في اداره الماتش بقى عندها مشاكل. فسوريا في اثناء الماتش مع الاهلي برضك التشكيل بتاعه كان غلط. وحتى بعد الشوط الثاني لما المساعدين لما سوريا جت عليهم اضطر يتدخلوا شويه ادينا الثالث الصلاه. فهو شكله يعني بيركز في ورقه قلم اكتر من التشكيل. يعني يمسك ورقه قلم يفضل مركز. لا انت خليك لو انت عايز تمسك ورقه وقلم خلي بقى محل اداء يجي لك على جنب ويشوف لك اللعيبه ايه بالظبط. بس انت ركز في الجيم. ما ينفعش انت بتحط اللعيبه دي كلها بتطير. اللعيبه دي كلها بتطير كله بيهاجم وكله سيستم واحد يعني فاهم. انت على الاقل بعد ما اجيب اهداف اقدر اقام من نص ملعبي وابتدي اشتغل. تمام. ده بيلعب جيم مفتوح على طول. كابتن انا بشكركم وقتنا انتهى. كابتن بشكرك ودايما بسعد بوجودك. حبيبي يا روح. اتشرف بيك كابتن ابو مسلم. حبيبي دايما. ده انت حبيبي.